شو أكتر صفعة قلتي إنه هيدي صنعت نوال الجديدة، أو شو صار معك قدرت ترجعي نوال، قلتي إنه رجعت لي نوال بعد هالصفعة؟ أول شيء وقت طلقت هون حسيت في العالم بطلت متوازنة معي. كيف؟ لأنه الإكس كان مدير أعمالي، هون صاروا شيء يقول بتكفي بلي ما بتكفي بلي، هذا يبعد هذا يقرب، هذا يأخذ موقف معه هذا يأخذ معي موقف، هذا شيء كان كتير غلط أصلاً. يعني هن ليه حطوا حالهم بهالشيء هذا ما كنت صحيح. أعرف هون شفت العالم الانتوراج تبعنا المحيط، الصحافة، الفنانين، مين بحبك ومين ناطرك لتكون، إذا أنت القوي بيوقف معك وإذا أنت الضعيف بيتركك. بس نوال أنت دايما كنت صور بصورة القوية. أي يعني لأنه جواتي ممنوع أوقع، ما بحب حدا يشوفني عم ببكي. وتاني شيء الصفعة الكبيرة وقت صار معي بروبلم وجهي، صح، قعد بالبيت أنا سنة نوال ما شوف بني آدم. كنت الصبح وتشوفي وجهك بالمرايه، شو تقولي؟ بتعرف حطيت دواء هون، صار عندي مشكل انفكشن لانه هذا الدواء طلع بيرمننت، عمل لك التهاب، ولانه الدواء مزمن بيضل بالجسم. نهار قوم من النوم لقيه وجهي هيك، نهار قوم مثل هلا. اكيد كل واحد عقده صفعاته، يعني ربنا بيبعث له كل واحد الصفعه اللي هو بحاجه لها، لانه الصفعه بيكون في شيء من وراها، في درس بالحياه. وصفي لي وجهك ومزاجك ونفسيتك لما وعيتي الصبح طلعتي بالمرايه وشفتي وجهك هيك. وصفي لي لحظه دموعي كروا لوحدهم، وخاصه بس حدا يقول لي ما بقت نفخه. شو ما بقت نفخه؟ اكيد ما وين بتنفخ، ما انا اصلا عندي كل شيء، ما كنت بحاجه لشيء يعني. بس اوكي تبكي وشو تقولي لحالك؟ شو تقولي؟ نفسيه دمرت من جوا، وقلت انا بدي ارجع نوال الزغبي. شي مره قلتي انا نوال الزغبي انتهيت؟ لا، ولا مره ولا مره. لا، في شي جواتي كان عم بيقول لي مرحله وبتقطع، صح.